الملك محمد السادس كأيوب شر يحب ويكره، على عكس رغبات الملك وعاداته المحببة التي عبر عنها أكثر من مرة ونقلت على لسانه وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. فإن الملك يمقت بعض العادات والطباع والميولات التي قد تصادفه في حياته الخاصة والعامة. إليكم 10 عادات لا يحبها الملك محمد السادس. الدراجة النارية بمختلف أنواعها وأشكالها تستهوي نجوم ومشاهير العالم من فنانين ورياضيين بل وحتى رؤساء وأمراء العالم. الملك محمد السادس لم يسبق أن ظهر وهو يتنقل خارج المهام الرسمية، على عكس الأمير مولاي رشيد شقيق الملك محمد السادس الذي شاهده أهل الرباط أكثر من مرة وهو يبتطي دراجة نارية من نوع هارلي، رغم أن الملك يفضل عنها قيادة السيارات. ويهوى السرعة إلى حد كبير. منذ تولية الملك محمد السادس زمام الحكم ظلت محاولات رسمه كاريكاتوريا من باب المحرمات، وكل رسم كاريكاتوري للملك كان يتم منعه من قبل وزارة الاتصال. صحفي ورسام كاريكاتير اشتهر أكثر بريشته الحادة وسخريته اللاذعة التي كثيرا ما سببت الضيق لدى الأوساط الحاكمة في عدد من الدول، مثل ما حدث في المغرب عندما نشر رسما كاريكاتوريا يحشر الملك محمد السادس في ثقب مفتاح الباب، عندما أقدم شاب مغربي 18 عاما على إعادة نشر الرسم الكاريكاتوري في صفحته فيسبوك، وحكم عليه بالسجن لمدة عام. الرسالة واضحة، الملك لا يحب الكاريكاتير. لكن في يوليوز 2013 تم تداول رسم كاريكاتوري عن الملك لأول مرة بين وسائل الإعلام في سابقة، حيث غطت وزارة الاتصال الطرف عن كاريكاتير عن الملك محمد السادس في مجلة جون أفريك، ربما لأنه إيجابي يؤكد المصدر. الملك محمد السادس قاطع حريم القصور اللواتي كن بالمئات متخذا لنفسه زوجة واحدة، كن كالجاريات قبل عهد الملك محمد السادس. قيل عن هذه العادة إنها ضرب من عهود ملكية غابرة أشبه بحياة الأمويين والعباسيين فوق بلاط قصورهم، لكن نظام الحريم والجواري اللواتي لا حد لهن انتهى بعد تولي محمد السادس الحكم، وسرح العشرات منهم. وتزوج الملك الجديد بطريقة مختلفة متخذا لنفسه زوجة واحدة دون أن يكون له جوار أو حريم. الملك محمد السادس لا يتحمس للأكل الإفريقي ولا يطيق رائحته، يؤكد مصدر.
وحدث مرة أن أرادت إحدى السيدات في الكوت ديفوار إعداد وجبات إفريقي على طاولة الملك الذي قرر أن يحل ضيفا عليها، لكن المقربون من الملك أمروها أن تغض الطرف عن ذلك. السيدة وهي ابنة المدير السابق للبروتوكول في القصر الرئاسي للكوت ديفوار جورج أويكنين، التقطت لها صورا مع الملك جالسا على أريكة وبالقرب منه كأس عصير وبعض الحلوى. كان ذلك في مارس 2013 أثناء زيارة رسمية له إلى كوت ديفوار، ويحرص الملك أن يرافقه فريقا خاصا من الطباخين المغاربة إلى إفريقيا يتقنون الوجبات المفضلة للملك، وهم طباخين تابعين للقصر الملكي. قد يبدو غريبا أن تصبح لغة ما غير محبوبة بالنسبة لرئيس دولة يقر الدستور أنها اللغة الرسمية لبلده. في سنة 2007 نقل الصحفي مصطفى العسري على لسان الإعلامي كمال لحلو مدير مجموعة نيو بيبليسيتي أن الملك محمد السادس لا يحب اللغة العربية. كان ذلك أثناء حث كمال لحلو طاقم إذاعة مفهوم على استعمال الدارجة في النشرات الإخبارية. ويعرف لحلو كأحد الرجالات القريبين من دوائر الحكم والقصر الملكي، ويبدو الملك غير مرتاح في خطبه وهو يتحدث باللغة العربية الفصحى، ويجد نفسه طالقا من ثقل البروتوكول وهو يتحدث إلى أبناء شعبه أثناء جولاته الخاصة بالدارجة. ورغم ما يتردد حول علاقة الملك الخاصة بعيدا عن رسميات مع اللغة العربية، فقد حرص على ترقيتها والنهوض بها دستوريا وثقافيا. الملك يتحدث الإسبانية والفرنسية والإنجليزية بطلاقة شديدة، وقد كان محبا لدروس اللغات عندما كان وليا للعهد، وقد ساهمت مربياته المتنوعات الجنسيات في تعليمه هذه اللغات بجدارة. لم يمنع هذا من تمتع الملك بخط عربي ساحر تداولته تقارير إعلامية مغربية. حسب بعض التقارير الإعلامية فالملك لا يحب أن يدخن أي شخص وهو في حضرته. لكن رجلا مثل وزير الداخلية إدريس البصري حاول أن يتمرد على طباع الملك فكانت الصدمة. في إحدى قاعات القصر الملكي برباط بمناسبة واحد من الاجتماعات الأولى التي عقدها الملك الجديد مع بعض الوزراء، إن البصري حضر هذا الاجتماع أياما قليلة بعد رحيل الحسن الثاني،
اعتقد أنه يحمل مفاتيح المملكة وأن سلطاته لن تزيد إلا امتدادا. جلس البصري يومها وأخرج سيجاره ورفع ولاعته محاولا إشعاله أثناء الاجتماع ليلتفت إليه الملك الجديد. منذ متى كان الوزراء يدخنون أمام الملك؟ فكانت تلك إشارة مبكرة إلى بروز شخصية لم يألفها وزير الداخلية. الذي اعتقد أن القصر لن يستغني عنه. القطرة التي أفاضت الكأس، غير أن أقوى الإشارات عن قرب رحيل البصري. لم يسبق للملك محمد السادس أن أجرى حوارا صحفيا مع صحفي بلده، رغم أن القصر فتح أبوابه لمجلة نسائية تدعى نساء من المغرب لالتقاط صور للعائلة الملكية احتفاء بازدياد الأميرة لالة خديجة. تشير مديرة نشر موقع تلكيلا الإلكتروني عائشة أكلاية في مقابلة مع فرانس 24 إن القصر الملكي لا يحب الكشف عن أسراره، والملك لا يعطي مقابلات وحوارات للصحافة المغربية. عندما يريد الملك محمد السادس مثلا أن يتحدث أو يبعث برسالة لجهة ما، فإنه يختار الصحافة الأجنبية. ويؤكد محمد السلهامي مدير مارو كيبدو في تصريح لصحيفة البلاد الأخرى أن الملك ابتعد كثيرا عن الصحفيين المغاربة ولا يحب مرافقتهم له أثناء سفرياته الرسمية. بلطف تم الاعتذار وقيل لنا أن الملك لا يجري لقاءات تلفزيونية، لكن كنوع من التحية لنا هو يرحب بنا في قصره فذهبنا وزرنا. الملك محمد السادس يرتدي اللباس الأوروبي الكلاسيكي ورابطة العنق فقط في المناسبات الرسمية التي يكون فيها مضطرا إلى استقبال شخصيات سامية أو مسؤولين وملوك ورؤساء الدول. ويبدو الملك غير مرتاح وهو يرتدي رابطة عنق، ويظهر في العديد من الصور والفيديوهات وكأنه متضايق يحرك عنقه بقرف. على حد تعبير أشقائنا المصريين، الملك يفضل ارتداء اللباس الرياضي حيث يظهر في جميع رحلاته الخاصة متحررا وأكثر طلاقة وارتياحا. عاشت الفنانة سميرة سعيد في زمن الفن الجميل، عاصرت وارتبطت بنجومه كما تعاونت مع مالقته مثل بليغ حمدي وجمال سلامة محمد سلطان. منذ أن حضرت إلى مصر من المغرب وهي في عمر 17 سنة غنت للملك راحل حسن الثاني، وفي عمر 12 عاما
كما غنت في مؤتمر الحزب الاستقلال وهي في سن 6 من عمرها. أمام الزعيم السياسي علال الفاسية، كانت سميرة سعيد من النجمات المفضلات عند الحسنة الثانية الذي حرص على دعوتها لحضور حفلات القصرة، وهو الملك الذي اشتهر باستضافته للفنانين وأهل الطرب. احكي لي عن علاقتك بجلالة الملك الحسن الثاني. الملك الحسن الله يرحمه كان مش بس ملك، هو ملك وكان عنده حس فني رائع. كان أولا كنت بهابه قوي وبخاف منه جدا وبعمل حساب اليوم اللي هشوفه فيه، ولازم أغني كويس ولازم أكون يعني ولازم أرضيه ولازم. هو في نفس الوقت الحقيقي كان فخور بيا جدا وشايف وحاسس ومتطلع إنه أنا هتكون حاجة، بدليل إنه كان طول الوقت بيقول عبد الحليم يعني أهو عندنا سميرة يعني. فكان ده بالنسبة لي كان بيديني ثقة وكان بيديني حافز إن في كل مرة أشوفه أو أوريله أحلى ما عندي. سميرة كشفت في إحدى خرجاتها الصحفية أنها لم تغني للملك محمد السادس لأنه لا يحب أن يغني له أحد. في عام 2009 حضرت الفنانة المغربية بوسام الملكية مطربة وشح جلالة الملك حفظه الله كذلك بوسام يروي مستشار الملك الراحل حسن الثاني عبد الهادي بوطالب واقعة طريفة كان بطلها الملك محمد السادس شهورا قليلة على تولية الحكم خلفا لوالده. في حوار أجرته قناة الجزيرة أنه حدث مرة وفي إحدى المناسبات التقليدية أن جاء عدد من الشعراء يمدحون ويتغنون بسيرة الملك محمد السادس وفتوحاته وغزواته وعلمه ونهجه وأجداده ونسبه، فأثارت الملك مغالاة شعرائه في مدحه. هنا قاطعهم الملك ساخرا: كفى من مدحي، ماذا تركتم للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كثيرا ما غضب الملك من وزرائه ومقربيه بسبب مقاطعتهم له أثناء تناوله الكلام. وقد كشف موقع ويكيليكس بأن كاتب الدولة في الخارجية حينها الطيب الفاسي الفيهرية قد طالته غضبة الملك محمد السادس حين قاطعه محاولا تذكيره باسم المبعوث الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، وقالت الوثيقة بأن الواقع حدث بتطوان. حين استقبل الملك محمد السادس السيناتور لوكار لمدة 40 دقيقة في غشت 2005، إذ أفيد بأن الملك كان بصدد الحديث مع ضيفه بشأن المبعوث الشخصي الجديد أمين عام المنظمة الأممية صوب الصحراء، إلا أن الفاسي الفهري قاطعه بذكر اسم فان والسوم. ما عرض وزير الخارجية المغربي يومها لغضبة الملك الذي وجه إليه الكلام قائلا: أعرف اسمه أفضل منك. الملك محمد السادس لا يرتاح لبوتفليقة، إنها الحقيقة التي يقرها العديد من المراقبين بأن رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد تحدث عن الملك المغربي محمد السادس بازدراءه أثناء محادثة جرت بقصر المردايا، إذ قال بوتفليقة أن محمد السادس لا يبادله المزاحات. ويشير الباحث محمد شقير في تصريح صحفي لصحيفة البلاد الأخرى أن الرئيس بوتفليقة والملك محمد السادس يختلفان لا من ناحية السن ولا من ناحية العقلية والمرجعية الفكرية والسياسية،
فهناك فجوة جبلية بين الاثنين، وبالتالي فمن الطبيعي أن لا ينفتح أحدهما عن الآخر، خاصة وأنه لم تجمع بينهم الكثير من اللقاءات. إذ على الرغم من الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الجزائر وحظي بشعبية هناك، لم يقم الرئيس الراحل بوتفليقة بأي زيارة للمغرب ليجالس الملك. وتوفي بوتفليقة في عام 2021 حاملا معه الكثير من سوء الفهم والحقد والحسد للملك. الملك محمد السادس يحب أن يسوق سيارته بنفسه، خاصة في المناسبات الغير رسمية التي لا تخضع لقواعد البروتوكول. الملك لا يرتاح لسائق، يشعر داخل سيارته كأنه مقيد أو مختنق. إلا أن الملك الذي يكسر عادة البروتوكول الملكية يحترم إشارات المرور. شوهد أكثر من مرة يتجول في شوارع الرباط والدار البيضاء وهو يقود سيارته بنفسه. وتوقف الملك أمام إشارات الحمراء القريبة من كليات الحقوق بحي أجدل في الرباط وبمناطق عديدة بنواحي المملكة. أمام أنظار المارة لم يشهد المغاربة على الأقل في عهد السلطان الراحل محمد الخامس والملك الحسن الثاني والملك الحالي محمد السادس الملوك العلويين وهم يحضرون مناسبات العزاء سواء من عائلاتهم أو قادة الدول المقربة من المغرب، حيث يكتفي ملوك المغرب بحضور رمزي لجنازات أفراد عائلاتهم القريبة. ومن المرات القليلة التي حضر فيها الملك محمد السادس إحدى الجنائز كانت في شهر شتنبر من العام 2011 حينما شارك في دفن عمته الأميرة للا عائشة دون أن يذهب للصلاة عليها أو حضور مراسيم دفنها. وسبق الملك محمد السادس أن صرح في العام 2005 لصحيفة البايس الإسبانية تقاليدنا لا تسمح للملك بحضور مراسم الزفاف أو الجنازة بالخارج. وأكد الباحث عبد الصمد بالكبير لصحيفة وطنية أن ملوك المغرب ليس من عادتهم حضور مناسبات الجنائز وحفلات الزفاف، مؤكدا أن الملوك معروف عليهم أنهم يؤتى إليهم ولا يأتون. ارتباط الملك ببروتوكول قصر جعله في صدام مع الأمير مولاي هشام. هذا الأخير حضر ليلة مبايعة محمد السادس ملكا على البلاد ببدلة أوروبية خارج الأعراف المعمول بها داخل القصر. وهو ما أثار حفيظة المخزن وحراس التقاليد المرعية. أه
كنت قريبا منه جدا وهو كان قريبا مني جدا، كنا نرى بعضنا كل أسبوع ونسافر نفس العمر تقريبا، نفس العمر نسافر سويا، نلعب الرياضة سويا إلى آخره، هي مبادرتي أنا. إلا أن اخترت وقررت أن أقول لمحمد السادس رأيي، قلت له أنني أرى أن من الضرورة وعنوان المرحلة وهو إحداث قطيعة مع المخزن. المخزن هو النظام السياسي التقليدي في المغرب، لأن هذا المخزن أوصلنا إلى الطريق المسدود. فاختلفت أنت وياه، يعني قلت رأيك. لا قلت رأيي، لأن كانت مسؤوليتي التاريخية أن أقول رأيي. لم أشعر أبلغت بأنك قيل لي يا فلان لا تدخل للقصر ولا تعود للقصر بعد هذه الحادثة مباشرة. وبالفعل قطيعة بالنسبة، كان شيء مؤلم جدا، كان مؤلم لأن محمد السادس كان مثل أخي، ومولاي رشيد مثل أخي، أخي الصغير، فكانت قطيعة مؤلمة جدا موجعة. لم تعد تراه؟ لم أعد أراه. رأيته في أظن مرتين، في زواج أخي وفي وعند ميلاد ابنتي فقط. موقف آخر هو هذه المرة مع رئيس دولة أجنبية. عام 2015 كان الملك يهم بدخول قاعة قمة المناخ بباريس بحضور زعماء دول عربية وغربية، لكنه أبلغ قبل الوصول إلى القاعة أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند غير موجود بالقاعة لاستقباله. عندما اقترب الملك من القاعة رفض النزول من السيارة إلا بحضور فرانسوا هولاند. وبالفعل ما هي إلى لحظات حتى جاء الرئيس الفرنسي مهرولا إلى القاعة، فخرج الملك من سيارته لاستقباله. قيل إن الملك لا يحب أن يتنمر عليه أحد. par Alain Désir et Annick Girardin. C'est aussi arrivé au Premier ministre croate qui n'avait qu'à pas être à la bourre, le croate. Mais tu peux être à la bourre et avoir ton petit caractère. Comme Mohamed VI, le roi du Maroc, qui lui ne veut pas, eh ben, tu arrêtes ta bagnole et tu n'avances plus. En gros, tu fais la grève. Alain Désir et Annick Girardin attendent, ils se retournent, ils se demandent ce qui se passe. Un chargé du protocole déboule et leur dit avec un sourire. Résultat, deux minutes plus tard, il se recule. François Hollande arrive avec Ban Ki-moon et la voiture est réparée. Le roi du Maroc aura sa photo historique sans Arlène Désir et sans Annick Girardin. Quand on vous dit que tout... One.